السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي في برنامج المدرسة النموذجية وفي منهج اللغة العربية. أهلا بكم أيها الصغار الأذكياء، نحن الآن سندرس درسا جديدا، حرفا جديدا، وما زلنا في الوحدة الثامنة، ونحن أيضا في آخر حرف في هذه الوحدة، حرف جديد وقصة جديدة. هيا بنا لننتقل إلى أول الدرس. درسنا لهذا اليوم، انظروا، درسنا لهذا اليوم بعنوان زيارة جدي. الآن نستطيع أن نقرأ معظم الحروف لأننا تدربنا عليها جيداً. زيارة جدي، هذا هو حرف اليوم، حرف اليوم، إنه حرف الزاء. هل ترون هذا الحرف؟ هل يذكركم بحرف سابق أخذناه؟ أعتقد أنكم تذكرتموه. إنه حرف الراء، إنه حرف الراء، وحرف الزاء يشبه حرف الراء ولكن لديه نقطة في الأعلى. حرف الزاء يكتب بنفس الطريقة، جزء منه أعلى الصف وجزء منه أسفل الصف، ولكن بوجود نقطة تميزه عن حرف الراء، لذلك سنقرأه زاء زاء. نقرأ النص ثم نلاحظ شكل حرف الزاء وكيف يغير موقعه من أول الكلمة إلى وسط الكلمة إلى آخر الكلمة. هيا بنا للقراءة لنرى كيف كانت زيارة الجد. ربما أنتم تشاهدون هذه الصورة وتخمنون ما الذي حصل في بيت الجد. ماذا تشاهدون؟ الجد وكرة دخلت من النافذة أو من نافذة منزل الجد، وهناك الكثير من الزجاج المكسور والمتناثر. ترى ما هي قصة اليوم؟ أنا وأخي نزور جدي زيداً، هذا اسم الجد. متى يزوره؟ يوم الجمعة. وفي مرة سمعنا صوت زجاج يتحطم، قمنا نجري فرأينا بجوار أخي زياد كرة بلون أزرق. ثم ماذا حصل؟ قلت: من كسر زجاج النافذة يا زياد؟ وفجأة طرق نزار الباب وقال: أعتذر، أنا من كسر زجاج النافذة، أنا من كسر زجاج النافذة. سامح جدي نزارا وبدأنا نزيل الزجاج. سامح جدي نزارا وبدأنا نزيل الزجاج. جميل أن نسامح الآخرين على بعض الأخطاء غير المتعمدة، ولكن الأجمل أن نحترم الكبار ولا نزعجهم، وخاصة بكرة القدم. كرة القدم لها مكان مخصص لها، إما في حديقة واسعة أو في ملعب كبير أو حوش كبير بعيدا عن نوافذ المنزل. لذلك نحرص على أن نلعب بهدوء ولا نزعج الآخرين. هيا بنا لنلاحظ حرف الزاء وهو حرفنا لهذا اليوم. انظروا إلى شكل حرف الزاء في هذه الكلمة. نزور، أين هو حرف الزاء؟ أين موقعه في الكلمة؟ جاء في وسط الكلمة، هذه هي الكلمة وهذا هو حرف الزاء. وجاء أيضا بحركة، ما هي الحركة؟ الضمة، ومع واو المد. سنقرأه نزور بهذا الشكل. الكلمة الأخرى زيدا، زيدا، حرف الزاء مفتوح فسنقرأه بالفتح، زا زيدا. أما هنا فحرف الزاء جاء في أول هذه الكلمة، في أول هذه الكلمة، ومضموم كيف سنقرأه؟ زو زو، زجاج.
زجاج. في هذه الكلمة حرف الزاء أيضا في أول الكلمة ولكنه مكسور، لذلك سنقول زيادا، زياد، زياد. أما في هذه الكلمة فحرف الزاء في وسط الكلمة وجاء ساكن، فسنقرأه بسكون أزرق، أزرق. أحسنتم. انظروا إلى حرف الزاء في بقية الدرس. في هذه العبارة ماذا تشاهدون؟ حرف الزاء جاء في وسط الكلمة وحركته هي الكسرة، وبجواره حرف الألف المد. سنمد الحرف عند القراءة إلى فوق، نزار، نزار، بهذا الشكل. وفي هذه الكلمة الأخيرة سنلاحظ أن حرف الزاء في وسط الكلمة وتحته كسرة وبجواره حرف ياء المد، لذلك سنقرأ الحرف ونكسره ونمده بالكسر. نزيل، نزيل. أحسنتم، بارك الله فيكم. انظروا إلى الصفحة المجاورة. حرف الزاء، هذا حرف الزاء المفتوح، زاء، زاء. هذا هو شكل حرف الزاء في أول الكلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة ممدود، وفي آخر الكلمة منفصل ومتصل. حرف الزاء يكتب بهذا الشكل. وحرف الزاء من الحروف التي قد تمسك حرفا قبلها ولكن لا تمسك حرفا بعدها، مثل حرف الراء تماما، وحرف الواو تماما، وحرف الدال. هذه هي الحروف التي تمسك الحروف قبلها ولكن لا تمد يدها لحروف أخرى بعدها. واو نكتبها لنتذكر، را، دا، وزا، والألف. طبعا الألف قد تتصل بحرف قبل ولكن لا تتصل بأي حرف بعدها، علينا أن نحفظ هذه الحروف جيدا. واو، را، دا، زا، وألف. لنقرأ، نتهجأ الكلمات ونقرأها. زي دو، ز، زي دو. لن نستطيع القراءة إذا لم نركز على التشكيل. زي دو، زي دو. ني، ني. زارو، نيزارو، نيزارو، نيزارو. أحسنتم. لننتقل إلى الصفحة الأخرى، ماذا نشاهد فيها؟ نشاهد هذا الحيوان الجميل، وأعتقد أنكم تعرفون اسمه. إنها الزرافة، لأنها صاحبة رقبة طويلة ومميزة، زرافة. بدأ اسمها بحرف الزاء، زرافة، هكذا نكتب اسم الزرافة، وعلينا أن نلونها كما في الشكل المجاور ونميز حرف الزاء بأي لون آخر، ولا ننسى نقطة حرف الزاء. ثم نشاهد حرف الزاء هنا، ولكن الزاء المضمومة، الزاء المضمومة بحركة الضم. كيف سنقرأ الزاء المضموم؟ زو، زو. وإذا صادف أن حرف الزاء يليه حرف الواو المد سنقرأها زو بهذا الشكل. انظروا، هذا الزاء في أول الكلمة، زو في وسط الكلمة، زو بالمد بهذه الطريقة. نتهجأ، زو، جا، جو، زو، جا، جو، زجاج، زجاج. ن، زو، رو، ن، زو، رو. نقرأ بهدوء، ن، زو، رو. أحسنتم. كيف نقرأ هذه الكلمة؟ ال، ال، نا، في، ذا، تو، النافذة، النافذة. أحسنتم أيها الصغار. وهنا سنكتب حرف الزاء،
سنكتب هنا حرف الزاء ونتعلم كيف نكتب جزءا فوق السطر وجزءا أكبر تحت السطر. هذا هو حرف الزاء أول الكلمة. أما وسط الكلمة فسيأتي متصلا بحرف آخر فسيمد يده في آخر الكلمة أيضا بهذا الشكل، ولوحده أو منفصلا سيكتب بهذه الطريقة. هذا هو السطر، هل ينفع أن نعمل الزاء بهذا الشكل كاملا فوق السطر؟ خطأ. جزء صغير فوق السطر وجزء أكبر تحت السطر بهذا الشكل. أحسنتم. كيف إذا نكتب كلمة كاملة مع بعضها البعض؟ أولا حرف الزاء، ثم الألف والهمزة مع الراء. زائر، زائر. نا زو رو، نزور. قفز، قفز. أرز، أرز. أريدكم أن تكتبوا بهذه الطريقة الجميلة، تقلدون الحروف تماما، تربطوها ببعضها البعض وتكتبوها على السطر كما في الشكل. هذا هو حرف الزاء المكسور. انظروا، حرف الزاء بالكسر، سنقرأه زي، زي. وإذا صادف أن وراءه أيضا حرف الياء المد سنقول زي، نمد الحرف أكثر. هيا بنا لنقرأ. زي يا دو، زي يا دو، زيادو، زيادو. نو زي لو، نو زي لو، نزيل، نزيل. أحسنتم. كرة، كرة. لاحظوا حرف التاء المربوطة، ولاحظوا التنوين، تنوين الضم. إذا وجدنا ضمتين فوق الحرف فسنضم الحرف ولكن نخرج معه حرف النون، فأقول كرة، كرة. يتحطم، يتحطم. هكذا نقرأ بهدوء وبتركيز. نأتي إلى كتابة حرف الزاء الناقص في وسط الكلمة، في أول الكلمة كما ترون. في وسط الكلمة حرف الزاء، هل سيتصل بما قبله وبعده؟ لا، سيتصل فقط بما قبله، لن نوصله بما بعده لأنه لا يمد يدا لما بعده. هنا أيضا حرف الزاء في أول الكلمة، لا ننسى النقطة، وحرف الزاء في أول الكلمة بهذا الشكل، نزور، زيد، زجاج، وهنا نزار. انظروا الآن، مد حرف الزاء يدا، لماذا؟ للحرف الذي قبله، والحرف الذي قبله يقبل أيضا مد يده له. هكذا نكتب حرف الزاء بأشكاله المختلفة. انظروا إلى حرف الزاء الساكن، هذا هو حرف الزاء مع السكون. كيف سنقرأه؟ هيا بنا للقراءة. نتهجأ الأحرف. أز را قو، أزرق، أزرق، أزرق. الآن نقرأ هذه الكلمة. كسر، كسر. أحسنتم، أنتم الآن تجيدون القراءة وكذلك الكتابة. انظروا إلى هذا التدريب، سنتعلم أن نربط ما بين الحروف المتفرقة. هذه كلمة كاملة ولكن حروفها متفرقة، وعلينا أن نجمع ما بين هذه الحروف. انظروا، هذا حرف النون، سنربطه بالحروف الأخرى مع الزاء، مع الياء واللام. نزيل، نزيل.
هذا هو ذاته، أو هذه هي ذاتها كلمة نزيل، ولكن غير مرتبة. نحن من سيرتبها؟ أين أول حرف في كلمة نو؟ نزيل، نزيل. نعم، إنه حرف النون، ثم نزي، زي. هذا هو نزي، لو، لو. أحسنتم. الآن نكتبها بالترتيب: نو زي لو، نزيل، نزيل. ماذا عن هذه العبارة؟ نقرأها ثم نربط بين الكلمات أثناء الكتابة: نزورو، نزورو، ن، نوصلها ببقية الأحرف: نزورو. هل ترون؟ نرتبها في الجهة المقابلة: ن أول حرف، زو ثاني حرف، رو ثالث حرف. نازورو. أحسنتم. هكذا إذا نكتب حرف الزاء بأشكاله المختلفة ومع حركاته المتنوعة. لا تنسوا أن تتدربوا جيدا على هذا الحرف وأن تكتبوه أكثر من مرة في دفاتركم وبمساعدة والديكم، وعليكم أن تراجعوا باستمرار الحروف السابقة كي لا نبدأ بحروف جديدة إلا وأنتم مستعدون تماما. ألتقيكم في درس آخر. إلى اللقاء.